يا صابر، انت مش مكفيك ان البرنامج بتاعي وقف؟ عايز تحبسني كمان؟ انا مش بحبس حد، ده قانون. مش انت شهرت بيا؟ خلاص سامحني يا سيدي، بس يا ريت تكلم المحامي بتاعك يوقف القضية، كده انا هضيع. حاضر. يا معيش رصيد، ما تسلفني يا حسن. نستلف 3 جنيه يا راجل. طيب انت عايز ايه يا صابر؟ زي ما نزلت فيديو بتقول عليا ان انا راجل شمال، تنزل فيديو وتقول ان انا راجل يمين. ما اقدرش يا صابر كده، انا بضيع نفسي. ما تخافش، انا بفتح قناه كبيره اسمها المداح وهشغلك فيها، ولو عايز ترجع للقناه كحيانه بتاعتك دي هرجعك، بس تعمل اللي بقولك عليه. مستحيل يا صابر، انت عايز الناس يقول عليا ايه؟ منافق وبوشين؟ كل الكلام اللي انا قلته على الشيخ صابر المداح الراجل الطيب السامح مش حقيقي. الراجل ده أطهر من إن حد يخوض في سيرته. الشيطان، الشيطان دخل ما بيننا وغيرتي، غيرتي منه، إن الناس بتقرب منه وبتبعد عنه. إيه اللي خلتني أقول كده؟ أرجو من جمهور الحبيب إنه يسامحني. أرجو من الشيخ صابر المداح يسامحني. عايز نقول حاجة تاني ولا إيه؟ لا لا، ده أنت غول تمثيل. ده أنت في حتة تانية. أنت بتعمل عظمة. طب يا ريت يعني لو شحنت رصيد ولا حاجة تكلم المحامي. ماشي، يلا وصلها يا حسن. يلا يا شيخنا. أحسنت يا عظمة. إيه؟ جبرت إيه؟ وخلصنا من مصباح. طب وعفافي صبر؟ عفافي؟ يا ابني المصباح اللي كان مولع الدنيا مش خلاص، والست اللي راحت للرحاب دي ما نعرفش، يمكن حد وراها، ما أنا مش هفضل طول الوقت أدور ورا الناس. معلش يا صابر، بس ده باب لازم يتقفل. باب إيه؟ طب ما تقفلوه أنتوا. يا عم خلاص اقفلوه، دوروا عليها، أنا عايز أشوف شغلي. ها؟ يلا يا رجالة، يلا. ماشي يا صابر.